ويا أهلا وسهلا بقاع الناس اللي كيسمعونا، كبير وصغير، داخل أو خارج أرض الوطن. في برنامجكم جديد افتح قلبك. برنامج افتح قلبك هو برنامج أثيري، مساحة للحكي، فرصة أننا نحكي ونفتح قلوبنا ونسمع قصص عاشوها ناسها بتفاصيلها الحلوة والمرة، وقرروا أنهم يفتحوا قلوبهم ويشاركوها معنا ومعكم. قالوا ناس زمان اللي اسمها بلوت غيره كتهون عليه بلوتو. حلقة اليوم هي حلقة بوح. الأم كتحكي قصتها مع الطفل ديالها اللي تزاد بتشوه خلقي على مستوى الجهاز التناسلي. بحال هاد المواقف ما كنسمعوش بها بزاف، أو غالبا الأشخاص المعنيين كيتحفظوا كيتجنبوا يدويوا عليها خوفا من نظرة المجتمع. لكن كمية الألم والمعاناة كيكون للأبوين نصيب الأكبر منها، وكيستلزم منهم حرص كبير على سلامة الطفل وكذلك وعي بالحاجيات وكيفية التواصل مع الطفل اللي ما غاديش يبقى طفل حياته كاملة. والأهم من هادشي كامل هو حمايته من نظرة المجتمع اللي ما كترحمش. شكرا لك سيدتي على تواصلك معنا، خذي وقتك الكافي وارتاحي، اعتبرينا بحال الإخوة ديالك. السلام عليكم خوتي اخواتاتي، انا جيت هاد النهار نعاود لكم قصتي. انا تزوجت صغيرة على 16 عام، مني تزوجت حملت وولدت على 17 عام، وجاني ولد ولدته في السبيطار وما عندوش القلم ماشي بحال الراجل. قالوا لي الاطباء خصك تديه الفاس. باش حسيتي اول مره فاش شفتي الابن ديالك تزاد في ديك الحاله؟ حسيت بغى القلب ديالي يوقف، بس حملت كنت صغيره. صافي عطوني الورقه مشيت للدار، ما عنديش باش نمشي للفاس، انا بقى فيا الحال وراني ما عنديش باش نمشي للفاس. صافي بقيت هكاك، بقى راجلي كيخدم وكيجمع كيخدم وكيجمع. مني وصل العام، وصل عامين. كيفاش كانت المعاملة ديالك معاه في العام الأول ديالو؟ تعاملت معاه عادي، كان فرح بيه، كان ولايني مين كان شوفه كان تقهر، كان قغين بكي تعقد. صافي جيت كنت كنخدم في واحد الفيرما، بقيت كنجمع، ديتو الفاس، ديتو العام عامين ثلاث سنين. يعني تقريبا من بعد ما تزاد وانتم كتجمعوا باش تقدروا توفروا ليه مصاريف العملية؟ كنجمع كنقول واخا ما درتلوش دابا نجمع نكافح ندير له واحد العملية نشوف. الله يكون الأمل. ديتو صافي بقيت كنتبع عندهم، كيقولوا لي المهم كلاو لي فلوسي كامل اللي جمعت كلاوه، غير في السكانير، ها السكانير بثلاثين، ها السكانير بثلاثين. كل مرة يقولوا لي خصك تجي يديروا السكانير، نمشي من الفاس يقولوا لك راه مريض رجعيه. المهم بقيت هكاك مدة ثلاث سنين، درت له واحد العملية تما. صافي بقيت نتبع تما، عاود نمشي ونرجع، نمشي نرجعوني، نمشي نرجعوني. صافي تقهرت، صافي وليت سمحت، ما عندي باش باش نوقف معاه. صافي مني جيت هنايا، جيت هنايا تلاقيت مع واحد الراجل مسكين عاوني، ديتو للرباط، بقيت كنتبع عاود تما شي شهر وانا كنتبع. دار له واحد العملية، قال لي الفويلات ديالو خصهم يهبطوا لتحت. صافي عاوني داك الراجل، مشيت درت له عملية. نعاود لينا فاش تلاقيتي مع هاد السيد. عاوني، بكيت عليه، شكيت عليه، بقيت فيه. عاوني قال لي العملية على حساب، مشيت كنجمع وكنكافح بحال قال المركوب، راه بعيد الحال. يعني هاد السيد تكلف بمصاريف العملية؟ تكلف لي هو غير بالعملية. كنمشي وانا كنت مريضة، كنسمح في المرض ديالي، كنقول له معليش
اللهم يتشافى هو تجي فيا وما تجيش فيه. صافي ديتو للرباط داروا له داك العمليه ملي رجعتو للدار صافي مني برا داك الجرح لقيت داك الشيء اللي دار داك الدكتور والو بحال اللي داك المعاونه اللي عاوني داك الراجل بحال اللي رميتيها في الواد ما صدقاتلوش. صافي بقيت دابا لقيت لا حبيب لا رحيم ما لقيت اللي عاوني الراجل ديالي صافي دخلوا المرض ديال الاعصاب صافي مرض انا ما نخلي فين نمشي حتى واحد ما كيعاون انا دابا كنطلب من المحسنين يعاونوني ما يديروا لي حتى حاجه يعاونوني غير ولدي الا لقيت ولدي برا الدنيا وما فيها. وكيفاش الابن ديالك كيعيش الحياه ديالو دابا؟ الولد تعقد ليا كيكبر كيمشي للمدرسه كيقول لي ماما علاش انا محقور هكا كيقول لي علاش الدراري كيمشيو للطواليت كنشوف فيهم وانا كنهرب غير طرف طرف ما كنقدرش يشوفوني كاع. وانا ديك الساعه خوتي كتحرق وصافي كنبقى نبكي 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 ما عندي جهد ليه. البوح ديال كان بغرض انك تشاركي قصتك وايضا باش يعاونوك الناس. باش يعاونوني المحسنين اللي بقيت فيه يعاونوني نوقف مع ولدي الله ربي يجيب شي حاجه اللي ولدي يرجع حتى هو يفرح. يقول لي يا ماما واش انا ما نتزوج واش انا نبقى هكذا واش انا ما نخرجش قدام صحابي حتى انا. وهذا الشيء كان عنده تاثير على الاسره؟ الأسرة ديالنا مرضات. أنا صغيرة، أنا مني كنت صغيرة مني ولدت على 17 عام صافي حتى أنا تعقد دابا تعقد ما عنديش جهد ما عنديش راجلي خدام غير الجورني فبحرا كيجيب لنا الكوزينة والغالب الله. دابا كنتمنى من المحسنين شي واحد يعاونني نرجعو للطبيب وعلى الله الأمل ديالو يكمل. أول عملية درها كانت فاس وللأسف ما نجحاتش. عاودي لنا شوية على هذه العملية. العملية ديال فاس مشيت نهار اللي طلبوني غادي يدير العملية يفتح بقيت تما غير وحدي في فاس ما عنديش أنا العائلة في فاس ما عندي لا أمي لا با تما كنبات تما في الزنقة كنبقى تما بالجوع لا هو ولا أنا كنصبر كنبقى الناس يدخلوا عند عائلتهم يجيبوا لهم الماكلة أنا نرجعها غير نبكي 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 وهو يقول لي يا ماما علاش كتبكي كنقول له ولا ولدي بقيت تما شهر فاس شهر وأنا مرمية راجلي رجع للدار عند بنتي عندي بنيتها صغيرة وأنا بقيت تما فاس لحبيب الله رحيم ما كاين اللي عاونك وخصني تما الدواء. قال لي الدكتور سيري جيبي له الدواء ما عنديش الفلوس ما خلاري راجلي حتى ريال ما عندوش وصافي بقيت تما شهر وانا كنعاني. دازت عليا تما شهر بحال اللي راني في الحبس الناس عندهم عائله عندهم يدخلوا انا بحال يتيمه ما عندي حتى واحد. فاش رجعتوا للدار كان عندكم امل ان العمليه يقدر تنجح؟ كان عندنا الامل كنقولوا يمكن عندنا الامل ديال العمليه فهمتي كنصبر راسي امني دابا ماشي ما عندوش الامل دابا داك الدكتور قال لنا راح عنده 7 العمليات شي غير وحده قال لنا كاع ما تخافوا راه واخا هذه ما نجحتش خصو يدير كل مره يدير عمليه. وانا جاني قاصح جاني الحال قاصح ما نقدرش باش نمشي عندي باش العمليه الاولى شحال كلفاتكم د الفلوس باش درتوها؟ العمليه الاولى غير الدواء اللي كنت كنشري درناها بحال في السبيطار ديال المركب ولاني غير الدواء من عندك يعني تقريبا مليون غير ديال الدواء الدواء
بلا حساب السكانيرات، ها 30 ها ديال 40 ها ديال 60. القصة ديالك حكيتيها، وربما في الحكي ديالك رجعتي عشتي دوك اللحظات اللي متأكد أنه حتى أم في الدنيا ما تبغي تعيشهم. فشنو تبغي تقولي للناس اللي كيسمعونا؟ الله يرحم لهم الوالدين اللي بقيت فيه يعاوني، يعاوني غير في ولدي، يوقف لي غير مع ولدي. أنا ما بغيت حتى حاجة في هاد الدنيا، بغيت غير ولدي يتشاف صافي. من بين الأسئلة اللي يقدر يطرحهم الواحد هو علاش اختاريتي أنه القصة ديالك تكون في برنامج أثيري، يعني صوت بدون صورة؟ والسبب كنظن هو خوفك على الابن ديالك والأذى اللي يقدر يتعرض ليه، خلاوك أنك ما تكشفيش الهوية ديالك. أنا ما بغيتش نمان، حيت ما بغيتش نعقد ولدي، ما بغيتش ولدي يتعقد، ماشي على حساب أنا، على حساب ولدي. إلا تعقد له صافي، حتى أنا غادي نتعقد، وراه تعقدت أنا، واخا تعقدت راني كبيرة. ولأني كنفكر له هو منين كبر يقول لي يا ماما علاش فضحتيني هكا، علاش درتي لي هكا، غادي نمرض. وراه دابا تعقد، ماشي راه تعقد في الصحة ديالو، ولا بحال لي ماشي نورمال في صحته، ماشي نورمال. كيبقى حتى هو كيبكي، كيقول لك علاش انا ربي دار لي هكا، علاش انا ربي ما دار ليش بحال هذاك. كنصبروا، نرجو من الله الشفاء العاجل للابن ديالك، وان شاء الله صوتك يكون مسموع ويلقى اذان صاغيه. وعلاش لا تسمعي خبر الخير عاجلا غير اجل، حيت باقي المحسنين وباقي ناس الخير. الله يرحم لهم الوالدين، الا بغاو يحجوا يعاونوا هاد الولد، عندهم واحد الاجر كبير. ولدي لو كان جات له في الرجل ولا في اليد والله ما نجري عليه، ولاني دابا جات له في حاجه اللي تنهيدة أم اللي عاشت الأمرين، ضحات وتعذبات على قبل ولدها، وكلها رجاء أنه يجي اليوم اللي يعيش فيه الطفل ديالها حياة طبيعية بحاله بحال الأقرناء دياله، وكلها رجاء أيضا أنه صوتها يلقى طريق لقلوب المستمعين والمحسنين في هذا الشهر الكريم، ويكون دعاءها دعاء مستجاب. وكيف ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، خير الناس أنفعهم للناس. باسمي وباسم طاقم البرنامج كنشكر السيدة على البوح ديالها وعلى الشجاعة اللي عندها، حيت ماشي سهل أن الواحد يشارك خبايا أحاسيسه ومشاكله مع الغير. وكنحيي أيضا صبرها، وكلنا أمل أن الطفل ديالها يلقى العلاج وتدخل البسمة والسرور عليه وعلى عائلته ككل. وصلنا لنهاية الحلقة، كنرحبوا بآرائكم واقتراحاتكم وبالبوح ديالكم أيضا. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم سالمين.